بحضور الفريق طالب جغتي قائد جهاز مكافحة الإرهاب، خرجت الكلية العسكرية الرابعة في محافظة ذي قار 244 ضابطا ضمن دفعات النصر الأولى، بعد أن تلقى المتدربون فيها شتى أنواع التدريبات على مدار 9 أشهر. بحضور الفريق الركن طالب شغاتي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، خرجت الكلية العسكرية الرابعة في ذي قار دفعة جديدة من دورة النصر الأولى لجهاز مكافحة الإرهاب، حيث بلغ عدد الطلبة 244 طالبا. الدورة التي استمرت لمدة 9 أشهر تلقى بها الضباط الخريجون تدريبات واسعة في التعبئة والتنظيم والتحصين وفنون القتال. دورة النصر الأولى بالكلية العسكرية الرابعة، هذه الدورة ضمت طلاب خصيصا إلى جهاز مكافحة الإرهاب، عددهم 244 طالب. تلقوا خلال فترة تدريبهم في الكلية العسكرية الرابعة التدريب الأساسي على مختلف أنواع الأسلحة. منح الطلاب المبينة أسماءهم في القائمة المرفقة ربطا، تبدأ بالتسلسل 1 عز الدين عبد الحميد كاظم داوود سلمان، وتنتهي بالتسلسل 244 خليل إبراهيم نايف مشحن، رتبة ملازم في الجيش اعتبارا من 6/1/2019. الضباط الخريجون عاهدوا بدورهم الوطن بالتصدي لأعداء العراق وأن يكونوا درعا حاميا للوطن، في حين عبر ذووهم عن فرحتهم الغامرة بهذا العرس الذي يقدمون به اليوم دماء جديدة لأرض الوطن دون أي وجود للطائفية فيه. أقدم دورة النصر الأولى جهاز مكافحة الإرهاب، طبعا هذا الجهاز قدم انتصارات البلد والكل تشهد عليها حتى العالم الوطن العربي بالأجمع. هذا الجهاز هو من أرقى الأجهزة الأمنية في البلد، ولنا الشرف أنه انضمينا لهذا الجهاز. والله فرحانة بهذا اليوم، فرحانة، أنا فرحانة للعراق، هم رجال العراق، هم يحمون العراق إن شاء الله، وعاش العراق حرا موحدا، وعاش الجيش سيرا للوطن، وعاشت الوحدة العراقية، وعاشت الفرقة الذهبية. يعتبر جهاز مكافحة الإرهاب هو الصمام الرئيس لتحقيق الأمان في البلاد، لما له الدور الأكبر في تحرير المناطق المغتصبة من فلول الإرهاب داعش والتصدي للخلايا النائمة وكل ما يهدد أمن المواطن. منى البدري، قناة رشيد الفضائية، الناصرية.